مشاهدي وكالة خبر الفلسطينية، أهلا وسهلا بكم في جولتنا اليوم. نصطحبكم في شوارع رام الله ونسأل المواطن الفلسطيني حول الانتخابات المحلية القادمة. تفضلوا معنا. الانتخابات تم تحديدها في السابق وقلنا خلص الانتخابات يعني راح تمشي، وفي النهاية صارت الخلافات بين طرفي الانقسام حماس وفتح، وتحول الأمر لإشي سياسي وألغيت أو جمدت، وحاليا بقولوا إنهم بدهم يعملوها في شهر 5. نأمل إنها يعني تصير الانتخابات في شهر 5 في الضفة وقطاع غزة والقدس كمان. هل يهمك موضوع الانتخابات المحلية؟ إشي أكيد. بأي اتجاه تهتم لهذا الموضوع؟ باتجاه الشباب واتجاه مصلحة البلد أو الأحرى كل مدينة يعني. هل ستذهب لصندوق الاقتراع في منطقتك وتنتخب مجلسك البلدي؟ نعم نعم، إشي أكيد أن أروح وأقترح أختار الإشي يعني أو الشخص اللي بيصلح أنه يكون في هيك مكان. طيب برأيك هل ستجري الانتخابات في قطاع غزة؟ تجري يعني، ليش ما بتصير يعني؟ انه اكيد راح تصير، ولو اذا بتكون بهمهم المصلحه تبعت غزه لازم تصير يعني. احنا نتامل انه يكون في انتخابات محليه في موعدها يعني بظل الانقسام الفلسطيني، لكن احنا نتامل يعني، نحن يعني نرى بصيص امل انه سياده الرئيس جلس في الأول الأخيرة مع ناصر حنا ناصر رئيس الانتخابات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، مع أنه حركة حماس في غزة عرضت الموضوع، لكن نتأمل. والله إحنا بنأمل يعني كمواطنين في الشعب الفلسطيني أنه يتم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ويتم المصالحة بين شطري الوطن، تجرى الانتخابات وتحقق مطالب هالشعب واحتياجاتهم. لا يحق لأي فصيل فلسطيني موجود على الساحة الفلسطينية منع إجراء انتخابات نزيهة شفافة عادلة على الساحة الفلسطينية، لأن هذه الانتخابات ليست ملك لحزب أو فصيل، بل هي ملك الشعب الفلسطيني، تتمثل بكل فرد فلسطيني موجود لانتخاب هيئة تخدم البلد وتخدم مصالح البلد، ولا يحق لأي تنظيم أن يمنع سير الانتخابات سواء تشريعية بلدية رئاسية. بصراحة الأرجح لا، لن تتم في الموعد اللي تحدد له، لأنه لا ما في على أرض الواقع أي دليل على أنه صار تعديل على السيناريوهات السابقة، بالتالي أنه المعطيات هي وبالتالي لا أتوقع تغير في المخرجات ورح يتم تعطيلها. المفروض أنه وهيك المفروض اللي راح يصير، أنه راح تصير بموعدها إن شاء الله. هل يحق لحماس منع إجراء الانتخابات؟ يعني هو ما بحق ولا لأي قوة بالعالم أنه تمنع إجراء الانتخابات، لأنه هذا حق ديمقراطي لكل شخص. أجمع المواطن الفلسطيني على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، لعل ذلك يخفف لو القليل من معاناة المواطن. لوكالة خبر بكر عمر، رام الله.